لمكان الحادث زي ما الحرقان. رحنا المكان ولقينا طاهر اللي كان بالفعل ميت. بدأ فريق العمل بالشغل، بدأوا برفع العظامات وجمع العظام. في نفس الوقت كان الظابط بيسأل الجيران لو كان حد فيهم سمع أي صوت طاق مات. قال إنه محدش سمع حاجة. من ضمن الأحراف اللي جمعناها كان المسدس اللي فيه الطاهر. كان نوعه بيستول عيار 12. الغريبة إن المسدس كان بارد تماماً وما كانش فيه أي ريحة للبلد. بس البصمات اللي كانت على المسدس كانت لطاهر بس. والباب اللي بتاعها كان بيقول إن اللي كان ماسك المسدس ده كان على وشك إنه يستخدمه ويرمي منه رصاصة. عملنا إكزامينيشن للملابس اللي طاهر كان لابسها، ما لقيناش عليها أي آثار لبيرنينج ولا بلاكنج ولا تاتوينج ولا أي حاجة من الأصنشط في المتبع. وده بيدل على إن مسافة الإطلاع كانت أكتر من 1 متر. بعت الدكتور المشرحة عشان تطلع الرصاصة، والغريب قوي إن الرصاصة كان ليها نفس عيار ونوع المسدس. علشان كده كانت آخر ورقة معانا إن إحنا نعمل إكسبيرمنتال إكزامينيشن بالمسدس اللي كان في إيد طارق ونرمي منه رصاصة ونقارن الرصاصتين ببعض علشان نشوف البرايمري والسكندري رايفلينج ماركس اللي بتختلف باختلاف التركيب الداخلي في الأسلحة المختلفة. وبالفعل لقينا إن الرصاصتين مختلفتين، وده بيدل على إنه ميت بالفعل فعل. يعني هو اللي قتله يا فندم. شكرا جدا يا دكتور. حتى الطريقة منسوق. حطيت الأمر لله. أنا اللي قتلته بس كله بسبب العقرب ده. عندك أخوات تانية يا بهانة؟ طب اللي بحبه وكنت هتجوزه وهو مات، واللي بيحبني وكان هيتجوزني وهو هيموت، طب اتجوز مين؟ دكتورة بقول لك ايه يا مياس؟ مالكش في الفسفوس؟ الفسفوس يا مياس؟ ما تهبت حتى ما عشان ساعة. يلا هو معروف السبوت ده اتجوز دكتورة. أنا أقصد إيه من الأول؟ أنا ما أشوفك ليه؟ إسكندرية ما أشوفك ليه؟
الهواء اللي حواليك، ثم اللي حواليك وبتتفاعل لحد ما توصل لودانا ودي الايفرام بتاعنا اللي بتوصل لصوت الروسي اللي بنسمعه. لو كان في رينج المسموح هو من 20 هرتز عكس الاصوات التخينه زي صوت الرجاله ولحد 20,000 هرتز عكس الاصوات الرفيعه زي صوت الستات. طبيعي جدا في السيتويشن اللي نورمال اللي جرات بعد تقدم في السن بنبدا نفقد السمع للهاي بيتش ساوندز. ونركز على المعلومه دي عشان نحتاجها كمان شويه. كل الكلام اللي انا قلته لحد دلوقتي معظمنا اصلا عارفينه ودارسينه قبل كده. دي كانت مقدمه، لكن ايه الجديد؟ انا عايز اقول من خلال المقدمه دي ان معلوماتنا عن الصوت كويسه جدا، لكن برضه ايه الجديد؟ الجديد في عينيا 2016 شهر ظهور موبايل ابلكيشن مميز جدا يقدر يفك شفره او يترجم فيها الاطفال. يعني بتسجل صوت حياه الطفل وهو بيقول لك الطفل ده بيعيط ليه؟ هل جعان؟ هل خايف؟ هل عايز ينام؟ الابلكيشن قايم على صوت اتعملت في امريكا على حوالي 100 طفل سجلنا فيها اكثر من 200,000 صوت عياط. والمفاجاه اكتشفنا ان كل سبب من اسباب العياط بيرسم كيرف مختلف عن الثاني. يعني نفترض مثلا ان لو العياط بسبب جوع هيرسم كيرف عامل كده، لو العياط بسبب جوع هيرسم كيرف عامل كده وهكذا. الابلكيشن بيرسم كيرف تحديد الصوت ويقارن هو اقرب لانهي كيرف من الكيرفات اللي متحصلين عليه، وبناء عليه يقول لك الطفل ده بيعيط ليه. ودلوقتي نعمل التجربه الثانيه، كنت انا منزل تجربه الدفعه امبارح بسال لو حد في قرايب اطفال بيعيطوا بسجل صوت هتعرف في نعمل تجربه. حد سجل؟ كويس كويس، انا عايز واحد بس، عايز واحد. ايه يا صاحبي بقى؟ الله يعوض. ناخد بنت ناخد دكتوره معايا موبايل ابلكيشن ونجربه. بس للاسف هو اللي قاعدين في المكان ده بس هم اللي هيشوفوه، الباقي هحاول يعني بص الف عليه كلمه سريعه ماشي؟ اسمك
القانون التاني؟ اسم القانون التاني؟
اللي بيرفع اكتر يعني، بس لو جبت